مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري تطلع ممثلي المرجعية الدينية العليا على إنجازات مؤسسة الشهداء وتدعو إلى دعم جهود المؤسسة في خدمة ذوي الشهداء. رئيسة المؤسسة تلتقي رئيس رابطة ذوي الشهداء ورؤساء فروع الرابطة في بغداد والمحافظات. محمد صاحب سلمان طالب آخر من ذوي الشهداء ينال شهادة الماجستير عبر قناة مؤسسة الشهداء. وفي زاوية أخبار مؤسسة الشهداء نتابع: وفد مؤسسة الشهداء برئاسة نائب رئيس المؤسسة يزور مديرية شهداء مدينة الصدر والرصافة ويوجه بتسهيل إجراءات حصول ذوي الشهداء على حقوقهم وامتيازاتهم. زار وفد مؤسسة الشهداء برئاسة نائب رئيس المؤسسة كاظم عويد مديرية شهداء مدينة الصدر والرصافة، والتقى العاملين في المديرية وعددا من ذوي الشهداء، ووجه بتسهيل إجراءات حصول ذوي الشهداء على الحقوق والامتيازات الواردة في قانون المؤسسة. نائب رئيس المؤسسة أكد أن الهدف من الزيارة كان الوقوف على المشكلات التي تعانيها المديرية من أجل وضع الحلول المناسبة لها خدمة لذوي الشهداء. تأتي زيارتنا إلى مديرية الشهداء مدينة الصدر والرصافة للاطلاع على واقع العمل الموجود في المديرية، بحث المشاكل المعوقات التي تعاني منها المديرية باعتبار هذه المديرية تتحمل مسؤولية أعداد كبيرة من ذوي الشهداء ومن الشهداء ومن المديريات الضخمة في هذا المنال من حيث الرقعة الجغرافية ومن حيث المشاكل من حيث تقديم الخدمات إلى ذوي الشهداء. لذلك يحتاج الوقوف على واقع هذه المديرية، رفع المعاناة والمشاكل التي يعانيها الموظفين في هذه المديرية وذوي الشهداء في هذه المديرية، وكذلك الاستماع إلى مشاكلهم مطالبهم، الالتقاء بذوي الشهداء ومعرفة يعني ما تقوم به المديرية من تقديم الخدمات، وهل إن ذوي الشهداء راضين على هذه الخدمات أو هناك مشاكل. تم اللقاء مع عدد من ذوي الشهداء، تم حل مشاكلهم، كذلك اللقاء مع موظفي المديرية، استمعنا إلى تقرير مفصل عن عملهم و ذهابهم إلى عوالي الشهداء والإقامة بعوالي الشهداء والمشاكل التي يعانونها أثناء الذهاب. كانت هناك مجموعة من المشاكل إن شاء الله سنحاول حلها في القريب العاجل بإذن الله تعالى. قمنا بزيارة مدير شهداء الصدر والرصافة وصحبة نائب رئيس المؤسسة للإطلاع على سير عمل المديرية، وتم الاجتماع بمسؤولي شعب المديرية وبيان مقترحاتهم ومعوقات العمل وإيجاد الحلول لهذه المعوقات، والتقينا أيضا بعدد من ذوي الشهداء ومعاملاتهم أيضا تم رفع بعض المعوقات عنها، وإن شاء الله ستناقش هذه المعوقات وتذليل الصعوبات في تطبيقها في مجلس الرعاية إن شاء الله لتقديم الأفضل ثم الأفضل لذوي الشهداء. تنفيذا لتوجيهات رئيسة المؤسسة، قسم المتابعة والتنسيق ينجز ملفات تعيين عدد من ذوي الشهداء من أبناء محافظة البصرة على ملاك وزارة الداخلية. استقبلت مؤسسة الشهداء عددا من ذوي الشهداء من أبناء محافظة البصرة المشمولين بضوابط التعيين بهدف إكمال ملفات تعيينهم على ملاك وزارة الداخلية. مدير قسم المتابعة والتنسيق في المؤسسة محمد حردان أكد أن تعيين ذوي الشهداء يأتي تنفيذاً لتعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تنص على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية إلى ذوي الشهداء. نحن اليوم هنا في البصرة بصدد تعيين عدد من ذوي الشهداء على سلك وزارة الداخلية، وبتوجيه من معالي رئيس مؤسسة الشهداء الحاج ناجح الأميري بتخفيف العناء وطول السفر من البصرة إلى بغداد
ارتأت مؤسسة الشهداء بتوجيه من معالي رئيس المؤسسة أن تذهب اللجنة من بغداد إلى البصرة لغرض مقابلة المتقدمين على التعيين وإكمال إجراء تعيينهم في سلك وزارة الداخلية. هذا التعيين أصبح هذا التعيين من خلال توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعيين ذوي الشهداء تحديد نسبة 10% على كافة الوزارات، وكانت وزارة الداخلية من الوزارات السباقة والأولى في تنفيذ هذا الإعمام. والحمد لله والشكر اليوم نحن أبناء الشهداء ممتنين جدا من وزارة الداخلية ومن معالي رئيس مؤسسة الشهداء لغرض هذه المبادرة الطيبة لتخفيف العناء عنهم من خلال مقابلاتهم وتسهيل أمورهم في محافظاتهم وتسهيل لهم هذا الأمر إن شاء الله. ذوي الشهداء من أبناء مدينة الشطرة ينظمون تظاهرة حاشدة للمطالبة بإنزال القصاص العادل بقيادات حزب البعث المنحل في ذي قار. طالب ذوي الشهداء من أبناء مدينة الشطرة في محافظة ذي قار بإنزال القصاص العادل بقيادات حزب البعث المنحل في المحافظة جزاء لما ارتكبته أيديهم من جرائم ضد أبناء ذي قار كانت السبب في إعدام وتغييب الآلاف منهم. ذوي الشهداء وفي تظاهرة حاشدة نظموها أمام محكمة الشطرة دعوا سلطة القضاء إلى أن تقول كلمتها بحق مجرمي البعث. المظاهرة كانت فحواها هو القصاص العادل من المجرمين البعثيين الذين تسببوا بقتل أولادنا، وكانت المظاهرة حضرها كانت مظاهرة ذات صوت واحد هو أخذ القصاص من المجرمين، وكان لصوت قوي لذوي الشهداء بأخذ حقهم من خلال القضاء العادل، ونتمنى أن يكون للقضاء دور قوي في هذه القضية كونهم إنهم تسببوا بفقدان ذويهم. من أهم المهام اللي ضمن خطة عملي لخدمة مؤسسة الشهداء زيارة فروع المؤسسة ومديريات المؤسسة. أنا أقول لليوم هناك غالبية العوائل، هذه عوائل الشهداء لم ينالوا 10% من مما يستحقونه ومما يعوض المعاناة التي عانوها لسنوات طوال. أتمنى على خاصة دولة رئيس الوزراء أن يرعى هذه المؤسسة وأن يصب جل اهتمامه بهذه المؤسسة وبذوي الشهداء وبالإضافة إلى المسؤولين الآخرين وإضافة إلى مجلس النواب ليقف إلى جانب هذه الشريحة التي عانت ما عانت طوال عقود. أهلا بكم من جديد. زارت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجح عبد الأمير الشمري محافظة كربلاء المقدسة، وأطلعت ممثلي المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي على الإنجازات التي حققتها مؤسسة الشهداء، داعية إلى دعم جهود المؤسسة لتقديم مزيد من الخدمات إلى هذه الشريحة المضحية. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. على مدى أكثر من 3 عقود من الزمن كان العراقيون هدفا لعدوانية وبطش نظام البعث البائد، ما خلف عددا كبيرا من الشهداء الذين تركوا ذويهم يقاسون شظف العيش ويعانون الإهمال في مختلف جوانب حياتهم. لذا شكل انبثاق مؤسسة الشهداء بارقة أمل في حياة ذوي الشهداء. لذا حملت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجح عبد الأمير الشمري هذه الهموم وتوجهت قاصدة كربلاء المقدسة للقاء ممثلي المرجعية الدينية العليا طلبا للعون في النهوض بأعباء المسؤولية تجاه الشهداء وذويهم.
تشرفت اليوم بزيارة محافظة كربلاء المقدسة وبزيارة العتبتين، العتبة الحسينية والعتبة العباسية، وتشرفت كذلك بزيارة وكلاء المرجعية الشيخ مهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي أدام الله بركاتهم لإطلاعهم عن كثب على مسيرة مؤسسة الشهداء وما تحتاجه مؤسسة الشهداء من دعم لهذه المؤسسة ولعوائل الشهداء، الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وضحوا بالغالي والنفيس وضحوا بعوائلهم، وبقيت عوائلهم تنتظر طويلاً ضمن معاناة وآلام وفقدان وحرمان زمن النظام الإجرامي البعثي البائد. الحقيقة إطلاع المرجعية وإطلاع وكلاء المرجعية على وضع مؤسسة الشهداء وما تهتم به مؤسسة الشهداء من رعاية وعناية بذوي الشهداء تكريماً لشهدائهم الأبرار، فهذا التكريم للشهداء ولذويهم هو سوف يبعث روح التضحية والتفاني والحفاظ على روح هذه الأمة وحياة هذه الأمة. فاليوم نجد أنه أبنائنا الذين يدافعون عن العراق وعن قيم العراق ومبادئ العراق في الحشد الشعبي وفي القوات المسلحة وفي القوات الأمنية ما هو إلا امتداد لذلك الخط الأصيل، وهو خط الشهادة، خط الحسين عليه السلام. وكعهد العراقيين بالمرجعية الدينية العليا، كان لممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي موقف الداعم والمؤازر لمؤسسة الشهداء، وهي تواصل تقديم الحقوق والامتيازات إلى ذوي الشهداء، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى مزيد من الاهتمام بذوي الشهداء، تقديرا لدور الشهداء في حفظ المبادئ العليا والدفاع عنها بأرواحهم. معروف لدى الجميع أن الشهداء قدموا عزمة يملك الإنسان من أجل حفظ هذا البلد ومن أجل الحفاظ على المبادئ والقيم الإسلامية، وبذلوا أرواحهم دفاعا عن العراق وفي محاربة الظلم والديكتاتورية ومن أجل إرساء دعائم حياة جديدة تتسم بالعدل والإنصاف ومراعاة الحقوق للجميع. كان الحديث اليوم مع جناب الأخوة رئيس مؤسسة الشهداء وعن دور المؤسسة في تحصيل الحقوق لعوائل الشهداء، ونحن نوصي جميع الجهات المعنية في مجلس النواب في السلطة التنفيذية في رأس الوزراء أن يكون هناك اهتمام بهذه الشريحة، لأنه في الواقع هي الشريحة التي حفظت لهذا البلد قيمه ومبادئه. أهم شيء في حياة الإنسان الحفاظ على القيم والمبادئ، وبالتالي عوائل الشهداء يستحقون كل تكريم. ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي أكد أن القصص البطولية التي سطرها شهداء العراق في تاريخه المعاصر كانت وما تزال مثار فخر للعراقيين، داعيا إلى إماطة اللثام عن قصص البطولة والتضحيات التي قدمها الشهداء لتصل إلى الجيل الجديد، لأن الأمم الحية هي فقط التي تكرم شهداءها وتوثق تضحياتهم. عندما نستعرض تاريخ العراق وتاريخ الشعب العراقي لا تاريخ الحكومات، ترانا حقيقة نفخر بالكم الهائل من الشهداء والمواقف النبيلة التي وقفها الشعب العراقي، سواء في بداية القرن العشرين التي تمخضت في ثورة العشرين والكم الكبير من الشهداء والتفاف محل مراجعهم، أو في هذا الظرف الآن الذي نعيشه ونرى أن الناس اندفعت بفتوى مراجعها وأعطت دماء رخيصة أيضا من أجل أن توقف العصابات الإرهابية التي تريد أن تعبث بالبلد. وما بين تلك الفترة وما بين هذه الفترة عشرات مئات آلاف من الشهداء حقيقة قد أعطوا دماءهم. بعض الشهداء نسوا باعتبار لم يوجد أحد، لم يوثق أحد، تلك الفترة كانت فترة مظلمة لم يظهر بها ولم تظهر إرادة الشعب العراقي بشكل كامل. أعتقد اليوم نحن جميعا مدعوون إلى إرجاع بعض حقوق هؤلاء الذين ضحوا وامتزجت دماءهم بتراب العراق. أحوج ما نكون الآن إلى انتشال وإزاحة ذلك الغبار وعودة
الروح إلى هؤلاء إلى هذا الجيل من خلال عبق الدماء التي سالت سابقا. مؤسسة الشهداء لم تدع بابا إلا وطرقته من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها إلى ذوي الشهداء. وما لقاء رئيسة المؤسسة ممثلي المرجعية الدينية العليا إلا جزء من جهود المؤسسة في هذا الاتجاه. التقت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجح عبد الأمير الشمري رئيس رابطة ذوي الشهداء ورؤساء فروعها في بغداد والمحافظات لمناقشة جهود الرابطة في خدمة ذوي الشهداء وما يمكن أن تقدمه المؤسسة إلى الرابطة لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه ذوي الشهداء. المزيد في هذا التقرير. منذ تسنمها منصبها حرصت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري على التواصل مع مختلف الاتجاهات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بذوي الشهداء خدمة لهذه الشريحة المضحية، وحيث أن رابطة ذوي الشهداء واحدة من المنظمات التي تستقطب أبناء وإخوة الشهداء من بغداد والمحافظات وتهتم بشؤونهم في المجالات العلمية والثقافية والفكرية والاجتماعية، فقد كان رئيس الرابطة ورؤساء فروعها في ضيافة رئيسة المؤسسة من أجل التوصل إلى مشتركات تسهم في الارتقاء بذوي الشهداء على مختلف الصعد. كان لقاء طيبا ومثمرا، وتبادلنا فيه المشاعر واستذكرنا فيه شهدائنا وذكرياتهم وعطائهم لهذه الأمة والمنهج الأصيل الذي ساروا عليه، منهج التضحية والفداء من أجل المبادئ ومن أجل القيم والعهد مع الشهداء للاستمرار على ذلك المنهج الطيب، وآثار هذا المنهج وآثار سيرة الشهداء على عوائل الشهداء اليوم. رئيس رابطة ذوي الشهداء ورؤساء فروعها في المحافظات قدموا التهنئة إلى رئيسة مؤسسة الشهداء بمناسبة تسنمها الموقع الأول في المؤسسة، آملين في أن يسهم التعاون بين المؤسسة والرابطة في تقديم المزيد إلى ذوي الشهداء. اليوم تشرفنا بزيارة معالي رئيس مؤسسة الشهداء الدكتورة ناجحة الأميري، وفد من رابطة ذوي الشهداء يمثلون طيف محافظات العراق جنوبه وسطه وشماله. اليوم أبناء الشهداء الممثلين لهذه الرابطة جاءوا يحملون معهم الدروع والهدايا والورود لينثروها في فضاء المؤسسة، مباركين لمعالي رئيس المؤسسة تواجدها على رأس هذا الصرح الشامخ الذي يتقدم بالخدمة والبناء والتطوير لذوي الشهداء. اليوم تم النقاش حول بعض النقاط المحورية وبعض الأطاريح الفكرية التي حملها أبناء الشهداء من معاناتهم في المحافظات وبعض الأفكار لتطوير العمل في المؤسسة. حقيقة نتوجه بالشكر الجزيل لمعالي رئيسة المؤسسة لإتاحة الفرصة للشباب لأبناء الشهداء لأخذ دورهم ولمناقشة هذا وحمل مشاكل أهليهم وذويهم إلى رئاسة المؤسسة. المنضوون تحت راية رابطة ذوي الشهداء يؤمنون بأن مؤسسة الشهداء هي الحضن الذي يحتوي الرابطة وأعضائها، وهي وحدها القادرة على الأخذ بأيدي ذوي الشهداء من أعضاء الرابطة وسواهم بهدف تطوير قدراتهم تعويضاً لهم عن معاناتهم في حقبة حكم نظام البعث البائد. هذا التجمع رائع لأبناء الشهداء والذين جاءوا يمثلون كل محافظات العراق، جاء للتهنئة معالي رئيسة المؤسسة باستلام مهامها وإبداء استعدادهم ضمن واجباتهم التي رمناها في تقديم خدماتهم ومساعداتهم من أجل إنجاح عمل مؤسسة الشهداء والنهوض بالمهام التي من أجلها تأسست مؤسسة الشهداء. فكانت تشكيلة رائعة من باكة ورد عطرة تضم كل
أبناء محافظات العراق من أبناء الشهداء. اجتمعنا نحن رابطة أبناء الشهداء من جميع المحافظات حقيقة حاملين همومنا وهموم ذوي الشهداء، وعرضناها على طاولة معالي رئيسة المؤسسة الست ناجحة عبد الأمير، ورافقتها تهنئتنا نحن كأبناء الشهداء جميعا لتسنمها منصب رئاسة مؤسسة الشهداء، داعين الله عز وجل أن يحفظها ويرعاها ويقدرها على عمل الخير لهذه الشريحة. كما ناقشنا عدة أمور كثيرة ومقترحات حول موضوع تطوير عمل الرابطة في كافة المحافظات، وقد وعدتنا خير بأن تكون سند لنا في كل الأمور وأن نسير معا على خطى الشهداء. وإذ تحيط مؤسسة الشهداء رابطة ذوي الشهداء برعايتها عبر النشاطات المختلفة، فإنها تسعى إلى تعميق الوعي لدى هذه الشريحة والارتقاء بأعضائها إلى مستويات تليق بهم كورثة لتراث الشهداء. في قسم السياحة بكلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية حصل الطالب محمد صاحب سلمان على شهادة الماجستير في الإدارة الفندقية بتقدير امتياز، ليسجل اسمه في سجل الشرف سجل الطلبة من ذوي الشهداء الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة المؤسسة مع هذا التقرير. في إطار الرعاية الخاصة التي توليها مؤسسة الشهداء إلى طلبة الدراسات العليا من ذوي الشهداء، شهد قسم السياحة في كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية مناقشة رسالة الماجستير للطالب محمد صاحب سلمان الموسومة القيم الأخلاقية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في القطاع السياحي، دراسة مقارنة لعينات من الفنادق العراقية. وقررت لجنة المناقشة منح الطالب شهادة الماجستير في الإدارة الفندقية بدرجة امتياز. اليوم ناقشنا الطالب محمد صاحب أحد طلاب كلية السياحة وإدارة الفنادق طالب الماجستير، وكانت المناقشة على موضوع رسالته القيم الأخلاقية ودوره في الشركات والمؤسسات السياحية بإشراف الأستاذ دكتور فلاح، ورئيس لجنة المناقشة أستاذ سالم سليمان، عضوية الدكتور نوفل، وأني دكتور حيدر المستوفي. وكانت مناقشة رائعة طرقت إلى موضوع القيم الأخلاقية والعمل في اتخاذ القرارات المالية الخاصة بالمؤسسات والمنشآت السياحية، وخاصة عينة اختار الطالب عينة من الفنادق في القطاع الخاص وفي القطاع المختلط في العراق، وتوصلت إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، وكانت رسالة رائعة وجيدة ويستحق عليها الامتياز. نتمنى للطالب كل النجاح والتوفيق والتألق إن شاء الله مستقبلاً. ومثلما قدمت مؤسسة الشهداء الدعم المادي إلى الطالب محمد صاحب سلمان في مرحلة دراسته إلى الماجستير كونه من ذوي الشهداء، فقد حرصت المؤسسة على أن تدعم الطالب معنوياً عبر حضور معاون مدير عام الدائرة الاقتصادية والاجتماعية زينب صاحب جلسة مناقشة الماجستير للطالب ممثلة عن المؤسسة. المؤسسة دائما هي تقدم الامتيازات والمساعدات لذوي الشهداء وبالذات الطلبة من ذوي الشهداء، فاعتادت مؤسسة الشهداء أنه تحضر الجلسات النقاشات لطلبة الدراسات العليا لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه. فاليوم حضرنا قدمنا شيء بسيط باسم المؤسسة اللي هو درع رمزي للمتميزين من ذوي الشهداء، وتمنينا على الموفقية وحضرنا فالدعم معنوي لطلبتنا من ذوي الشهداء. الباحث أشاد بالدعم والرعاية اللذين شملته بهما مؤسسة الشهداء طيلة مدة دراسته العليا، الأمر الذي ساعده في تحقيق هذا النجاح الباهر والحصول على شهادة الماجستير بدرجة امتياز. طبعا النتيجة اللي حصلت عليها نتيجة جهد ومثابرة وسهر،
وأهدي هذا النتيجة المتواضعة لأخي الشهيد علي، لولا لأن علمني على الجد والمثابرة. وأشكر وأثني جهود مؤسسة الشهداء بتواصلها معي طيلة فترة الدراسة، وحصلت على شهادة الماجستير وبدرجة امتياز من كلية الإدارة والاقتصاد قسم السياحة. وأثني على الجهود لمؤسسة الشهداء اللي واكبتني من بداية مسيرة الدراسة لحد الآن، وتواصلها ليس ماديا وإنما معنويا. وكل الشكر والتقدير، وربي بالموفقية والنجاح ويحفظهم إن شاء الله. رعاية الطلبة من ذوي الشهداء وتمكينهم من الحصول على الشهادات العليا عهد قطعته مؤسسة الشهداء على نفسها لتفي دماء الشهداء حقوقها، تلك الدماء التي أثمرت عراقاً يكرم شهداءه. مشاهدين الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.